النجاح وش هو؟ طريق النجاح أنك تنظر إلى علاقتك مع الله أثناء الابتلاء، لما يبتليك الله سبحانه وتعالى بفقر، بمرض، بضيق، بمصيبة، بأي شيء من الأشياء هذه التي تضيق الأرض على الإنسان بها، فينظر الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويتعامل مع الله عز وجل. وهذا نموذج مثالي أعطاه ربي سبحانه وتعالى للناس في القرآن الكريم. أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى سنوات طوال وهو ملقى مرض مزمن طويل المدى، يعني حتى قيل أنه تعفن جسده وصار ملقى في مكان بعيد عن الناس، أخرجوه الناس من القرية نظرا لما فيه من المرض الشديد، حتى تألم سنوات سنوات وهو مريض، موش عام موش عامين، قيل 18 سنة وقيل 17 وقيل أكثر، يعني هذا سنوات طويلة وهو صابر لله سبحانه وتعالى. نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه، علاش ربي قالنا وأيوب وذنوني ونوح، علاش هذو ما كامل ربي قالنا نادى ربه، أيوب نادى ربه ابتلاء مرض نادى ربه، عنده لي من عيط عنده لي من عيط. شفت انت في الدنيا كي تكل على بعض الناس قال لي دوك نعيط، انا نعرف شكون نعيط، هذو ما عندهمش هذيك، عندهم من فوق عند ربي سبحانه وتعالى عالمين، يعلمون الانبياء ان كي تجيه الضربه يعني ابتلاء جه ابتلاء يعلم ان الله ناداه لازم يرجع اليه، على باله باللي الامتحان وين ينجح فيه، كي تضيق به ويلجا الى الله ترفع يدك وتدعو الله اول حاجه، وبعد اتصل بالناس شوف المعرفه وشوف شكون يعاونك شكون يقضي لك الصلاح مش مشكله، بصح اول حاجه واش دير؟ ارجع اليه هو سبحانه وتعالى بيده كل شيء، كل حاجه عنده، لما ترجع اليه ربي غير يشوفك رجعت اليه معناتها انت نجحت في الامتحان. لازم نفهموا حاجه، ربي من داك يجوعنا ومن داك يمرضنا ومن داك يحزننا، نفقدوا حبيب نفقدوا انسان قريب، صرنا مشكل، اي حاجه من هذه الابتلاءات دير في بالك باللي الله عز وجل لا يحتاجها، هذه الامور لا يحتاجها، ربي ماهوش مش يعذب فينا بشي يتمتع، ربي سبحانه وتعالى راه يبتلينا لعلهم يرجعون، يبتلينا باش حنا نولوا ليه، لان الابتلاء هو من تمام العباده، ولان ديننا احنا الدين تاعنا مكانتنا رانا نصلوا ونصوموا ونجي رمضان ما شاء الله وصحة عيدك وكل خير وما شاء والامور ماشيه لاباس عليها، ومن بعد ساعه ساعه يديرنا واحد الهزات، هلا هذيك الهزه هذيك هي العنوان والخلاصه تاع كامل العباده اللي تعبد فيها انت، هذيك العباده هذيك لازم يجي نهار تبتلى ربي ما حصلك هذيك العباده نتاعك هل هي حقيقيه ام لا، ولذلك بعض الناس لما يبتلى يبعد عن الله، مريض وش بيك ما صليتش ثلاث شهور كنت مريض، كي تكون مريض على بالك تزيد تصلي اكثر منا احنا اكثر منا احنا، وش بيك عاد ماكش تصلي كنت مشغول، علاه ماكش مشغول؟ كان عندنا العرس تاع خويا اشتغل 15 يوم ما صلاش، اسمع عندك فرح صلي باش ربي يعاونك، صلي كيفاش تقطع العلاقه مع الله، جاك الفرح قطعت مع ربي، جاك الحزن قطعت مع ربي، انشغلت بالفقر قطعت مع الله، كاين الناس هكذا لازم له يستنى من الله انه يوجد له كل شيء باش يقدر يعبد الله عز وجل، وهذا مفهوم خطا، لازم تعبد الله على اي حال وترضى بالله عز وجل على اي حال تكون فيه، ولهذا شوف ايوب نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، ذنون دخل في بطني او في فم الحوت التقمه الحوت ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، احنا لو كان نشوفوا المنظر انسان في بطن الحوت وينادي الله عز وجل نقول له هذا وش بيه خلاص راحت في بطن الحوت، سما كيفاش ينجيك الله كيف ينجيك، فهم عندهم ثقة عظيمة في الله سبحانه وتعالى، لأن ربي عز وجل يغير لك الدنيا طبيعة، شو الطبيعة يغيرها كي تكون انت معه، كي تكون كاسب المكانة مع الله سبحانه وتعالى خلاص، ومن بعد الدنيا هذه ربي سبحانه يغيرها على جك. يوشع بن نون نبي من أنبياء الله بعته ربي يقاتل، وقتاله هذا يؤذن له بالقتال في النهار فقط ما يقاتلش في الليل، دار حساب راح يقاتل عنده غزو، عمل حسابات جبد 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 يمشي الحق الوقت، عرف بأن الشمس هذه راح تهبط خلاص الغروب راح يجي الغروب، وما يكفيش الوقت باش يدير غزوة، توقف
وقالها أنا مأمور وأنت مأمورة توقفي، توقفت الشمس. لم يحبس الله الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد إلا ليوشع بن نون، كان نبيا من أنبياء الله لا يغزو إلا بنهار. وهذا النبي عليه السلام عارف روحه هو مأمور، ربي أمره باش يروح يدير غزوة. وهذيك الشمس اللي راهي تتحرك، احنا عندنا شمس ماشي حبسة، الشمس تتحرك بنص القرآن وبنص الحديث. هذيك الشمس اللي راهي تتحرك هو علم أو يشوف فيها تتحرك، قال لها حبسي كيما راكي، أنا مأمور وأنت مأمورة، وعالم أنه كاين ربي يحكم فيهم كامل. على هذيك ما يخلعش الإنسان، راك مع ربي سبحانه وتعالى. ذنون يونس عليه السلام كيف كان حاله في بطن حوت؟ كما نقولوا احنا خلاص انتهى الامر، انتهى حاله. ينادي عالم بكل شيء، ينادي الله بكل ثقه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني حنايا انا واحد من الناس لو كان نتلاقى درك مع يونس ذنون نقول له يا نبي الله نسالك سؤال، في هذيك اللحظه وما زال عندك ثقه في الله؟ يعني في هذيك اللحظه وانت يا خلاص راك تتمضغ، راك مضغه، التقمه كل لقمه، شت لقمه كل لقمه داروا الحوت. يعني الان وانت خلاص راك في بطن الحوت وداخل البحر، يعني ما كاش نجات، ما كاش واش ينجيه الانسان هذا؟ بالنسبه لنا ما كاش نجات، مع ذلك عنده ثقه في الله. تقول له يعني مازال هذيك اللحظه وكنت مازال عندك ثقه انه ربي ينجيك، لانه عالمين ان كل شيء بيد الله. ربي يحول هذاك الحوت، هذاك الحوت ولا شغل غواصه نتاع يونس دنون، داه حطوه في الشاطئ، داه ومشاه وصلوا، ولا وسيله نقل تاعو تابع ليه. يعني هذا الشيء، هذا الاتصال بالله يخلق لك العجائب، يدير لك عجب في الدنيا هذه. احنا ما عندناش ثقه في الله، احنا كي نكونوا عايشين مع المصايب تاعنا نتعاملوا معها بالسنه الكونيه وما عندناش ثقه في الله. قولوا منين وكيفاش حدير يا ودي؟ الله غير تخلقك كيما خممت لها، ماشي التخمام تاعك هو اللي يحلها، يحلها مولاك سبحانه وتعالى. وكي يحلها مولاك مستحيل تقدر انت تحسب لها بالتخمام، لانه ربي قال يجعل له مخرجا، معناتها يخلق لك مخرج انت ماكش تسنى فيه. يعني انت تشوف فيه حيط تاع بيطون ومن بعد تلقى فيه الباب لداخل، تقول هذا شكون دار الباب هذا؟ ربي اللي دار الباب تما وقال لك هاو المخرج، روح توكل على الله. سما المخرج عمرك ما تكون تفكر فيه انت، لذلك قال يجعل له مخرجا، هكذا يجعل، بحيث ان القضيه كي تكون تفكر فيها انت ودير لها حسابات وتلم لها الناس كامل يفكروا معاك يقول لك ما فيهاش مخرج. ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يدير لك مخرج وين انت بالحسابات ما درتوش. لا، هذا هو الاصل، انسان يرجع. وزكريا اذ نادى ربه لا تذرني فردا، ونوح اذ نادى ربه، وابراهيم اذ نادى ربه، وهكذا الانبياء ينادون ربهم ويرجعون الى الله. كعب بن مالك مشى على هذا التربيه، وهذه التربيه اللي لازم نربيو عليها انفسنا وشبابنا وابنائنا، وهي التوحيد الحقيقي الذي هو نتيجه معرفه الله، تولي انت تلجا الى الله سبحانه وتعالى. اما ان يرجع الانسان الى فلان وفلان، اما اذا كان زاد رجع بطريقه شركيه انه يروح الى مقبور يقول له فك عليا هذه الحاله هذه، ولا اعطيني ولا انفعني ولا ضرني ولا دير لي ولا شفيني ولا زوجني ولا ارزقني، هذيك راح تولي طامه كبيره ويدخل الانسان في شرك اكبر. فكعب بن مالك ماذا قال عليه؟ ربي قال عليهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. علاش قال ربي الكلام هذا؟ قالنا لك